ونادي نيوكاسل اعروه بعد كده الى نادي سانت تيان صاحب ال 17 مباراه دوليه مع منتخب بلاده. الكره على طول استولف اللعب عالي والقطع خلي بالنا من جانب اللاعب كيوتي الى هنري عاملها حلوه قوي الى كيتا. كيتا الهدف الاول، الهدف الاول، الهدف الاول. ماني، ماني امام هو يسجل نجم ليفربول اللي بيتقدم هنا في هذه اللقطه. سجل في مرمى المنتخب التونسي في المباراه الماضيه من ركل الجزاء ويسجل ثاني اهدافه في هذه البطوله. واليو سيسي احد النجوم الكبار مع السنغال في وصافة 2002 وأيضا كأس العالم 2002 عندما خرجوا أمام تركيا، تاريخ كبير. لكن شوف هنا الضغط والقطعة من اللاعب كيوتي عملها للمرة الثانية، وادي أمامنا هنري. وشوف بقى كيتا، كيتا بالدي عملها إيه بالسنتي والراجل جاي منطلق. هدف فيه سهل الممتنع لكن فيه تحرك وتناغم ويعني نوع من الربط هنا بين اللاعبين بشكل رائع. عادي الأساسي النهاردة هنري سايبيت عملها حلوة قوي. النجم لاتسيو كيتا بالدي يأتي نجم ليفربول ويضعها بسهولة ويسر لكن بعد عمل جماعي رائع. الضغط والقطعة مرتين، يعني شفناها مرتين. العاشر وجايب ثلاث أهداف. واحد لا شيء للمنتخب السنغالي عن طريق اللاعب ماني. سجل ماني مجموعة يعني يحسمها منتخب السنغال في حال فوزه النهارده. هادي رضوان جيد حكم هذه المباراة، 38 عام، المغربي دولي من عام 2009. كرة ثابتة مسددة والثاني، الثاني، 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 الثاني هنا عن طريق اللاعب هنري سايبيت أمامنا لاعب سانت تيان اللي بيسجل أول أهدافه الدولية. هنري سايبيت هدف عن طريق لاعب سانت تيان. شوف هنا المدرب لما يدفع بلاعب ويدفع بيه كلاعب أساسي ويسجل. وأريو سيسي